السلام عليكم، انا دكتوره امنيه محمد، مدرس بقسم الفسيولوجي كليه الطب الام تي اي. موضوع جول بلادر اند جوندس هو عباره عن استكمال لملحمه البايل، اللي هي من الوظائف، البايل سكريشن ده من الوظائف المهمه جدا اللي بيقوم بيها الليفر. وكان البايل ده من مكوناته صوديوم بايكارب، مكوناته بايل بيجمنتس، مكوناته بايل سولتس، كوليسترول، ليسيسين اند الكالين فوسفاتيز. المهم ان احنا في الاخر الجول بلادر اند جوندس هو ده التوبيك اللي هنبتدي نستفيد بشرحه دلوقتي، ويلا بينا نبدأ نبتدي بالجول بلادر. الجول بلادر او الحويصلة المرارية او الكوليسيست ذات ساعة صغيرة نسبيا، يعني هي حوالي 50 مليليتر الساعة بتاعتها، بس هي بتقدر تقوم بوظائفها بكفاءة عالية جدا رغم الساعة الصغيرة دي. أول حاجة هي بتعمل storage of bile in between meals، ما بين الوجبات وبعضها بتبقى تقدر تخزن bile، على أساس إنه كمية bile كتيرة تفرز وقت الوجبة، اللي هو ده فعلا أحلى وقت أو أحسن وقت نحتاجها فيه. أكتر وقت محتاجين فيه bile salts هو الفترة اللي فيها أعلى content fat، تمام؟ ف in between meals بيبقى بدل ما البايل ده يعني بيهدر، بيبقى ممكن تخزينه في الجول بلادر بحيث انه يطلع بكمية كتيرة وقت الحاجة اللي هي وقت الوجبة او وقت الميل. يبقى احنا كده بنقدر نخزن البايل in between meals. آلية التخزين انه البايل بيفرز عادي من الليفر وبعدين ينزل يكمل، في حالة لما بيبقى السفنكتر فاضي مقفول هيرجع تاني يتحوش او يتخزن جوه الجول بلادر، تمام؟ وبقى عشان كده اسمها كوليسيست، كولي جايه من يعني ليها علاقه بمنظومه البايل، تمام؟ الجول بلادر خلاص هتبتدي تحوش وتستوعب بايل. طيب هي علشان تقدر تستوعب كميات كبيره لابد تخش في الفانكشن اللي وراها على طول، اللي هي الكونسنتريشن اوف بايل. الكونسنتريشن اوف بايل يعني بتعمل تركيز للبايل عن طريق انها بتعمل اكتيف outward movement او active absorption of water and sodium bicarb علشان تبتدي تسحب تسحب تسحب، فالفوليوم يبتدي يقل 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 20 مرة عن ما كان عليه، فبيبقى عندها قدرة تخزينية عالية جدا نتيجة انها بتكونسنتريت قوي العصارة المرارية، بتخليها مخزنة في صورة مركزة. ومع التركيز ده هي بتقدر تعمل حاجة اسمها acidification of bile. البايل بدل ما هو على الالكالاين سايد بتعمل له اسيديفيكيشن، وده بيبقى له قيمه كبيره في البريفنشن اوف كالسيوم ستونز. مع كده كمان بنقول انه البريشر بريفنشن اوف رايز اوف انترابيلير بريشر او ايكوالايزيشن اوف بريشر، كل ده بسبب موضوع تقليل الفوليوم اللي بيحصل ده. تقليل الفوليوم او الترانسبورت اوف ووتر او الابتيك بتاع الووتر اللي بيحصل بيقلل الفوليوم، بيزود الساعة التخزينية بتاعت الجول بلادر ان هي صحيح 50 ملي، بس 50 ملي بخيرتهم بالمركز بتاعهم بالمفيد، الخلاصة المفيدة في الموضوع هي دي اللي بتفضل معايا. فبنقدر نحوش فوليوم كبير في صورة كبسولة مركزة، وبيحصل اسيديفيكيشن، وبيحصل ان البريشر ما بيتغيرش تغيرات درامية، تمام؟ وضيف على كده من وظائف الجول بلادر بقى اللي هي وظيفة يعني بتخدم الفانكشن ككل، حاجة اسمها السكريشن اوف وايت بايل او الميوكس سكريشن، دي حاجة بروتكتيف فانكشن علشان يعني ايه، دي بتساعد في حماية البيلياري باسجز وفي حماية الجول بلادر من اي اريتيشن او انجري او ما شابه. طيب بالنسبه للسفنكتر اوف اودي، السفنكتر اوف اودي هو السفنكتر اللي بيحكم خروج العصاره المراريه والبنكرياتيك انزيمز جوه السمول انتستين، وارد يبقى كلوزد، وارد يبقى دايليتد او ريلاكسد، وغالبا الريلاكسيشن بتاع السفنكتر اوف اودي بيبقى مصاحب لاستيمولاي على رأسهم طبعا السي سي كي، ليها علاقه بزياده موتيليتي، بزياده اكتيفيتي اوف جي اي تي او ما شابه. اول حاجه السي سي كي، ما ينفعش اتكلم عن الجول بلادر فانكشن وعن الموتيليتي بتاعتها وعن السفنكتر اوف اودي من غير ما اذكر السي سي كي، ده المايسترو بتاع المنظومه دي، ده المرسال اللي هو فعلا معبر عن احتياج الجي اي تي لخروج البايل. السي سي كي بيروح للجول بلادر يعمل كونتراكشن للوول بتاعها،
تمام، فتبتدي تفضي الكونتنت. طب هي علشان الكونتنت دي تدخل بقى في الديودينم وتكمل طريقها في الانتستين، يبقى محتاجين المسار هنا يبقى open، يبقى في relaxation of the sphincter of Oddi. تمام، يبقى هو السي سي كي بيعمل الحاجتين دول مع بعض. السي سي كي بيزق البايل من الجول بلادر عن طريق contraction and evacuation of the gall bladder، وكمان بيفتح طريق عن طريق relaxation of sphincter of Oddi، وبالتالي البايل المخزن المركز الاسيديفايد الجميل ده هيبتدي ينزل لي في الانتست. تمام كده. في فاكتورز تانية، في على سبيل المثال البريستالسيس اللي موجود اوريدي في الجول بلادر يعني كماسكولار اورجن، فيها بريستالتيك ويفز ممكن تكون حاصله، ممكن ده بيساعد في الريلاكسيشن اوف سفنكتر اوف اودي. ومش بس كده، ده البريستالتيك ويفز اللي موجوده في الديودنم برضو من الحاجات اللي ممكن شويه تريح السفنكتر اوف اودي وتخلي خروج البايل منه سهل. تمام، دي كده الفاكتورز اللي هي ممكن تكون بتساهم في ريلاكسيشن اوف سفنكتر اوف اودي: سي سي كي، بيريستالسيس جول بلادر، بيريستالسيس في الديودينم. من الامور المشهوره بقى بالنسبه للجول بلادر، لو جينا نتكلم في الباثولوجي طبعا المواضيع كبيره جدا ومش نادره، يعني كتير بيشتكوا من مشاكل المراره ما بين كوليسيستايتس او التهاب مراره او حصوات مراره. الامور دي باذن الله في الجراحه يعني بتدرس بتفاصيل اكتر بكتير، جاست بندي نموذج بس للابلايد بتاع الموضوع. حاجه اسمها الكوليسترول ستونز. الكوليسترول جزء من منظومه البايل سكريشن، طريقه في انه بيفرز عن طريق الكبد هو عن طريق البايل فلو. تمام، الكوليسترول ده مفترض ان هو يبقى في سوليبل ستيت، لكن في حالات معينه بيخرج عن الاطار الفسيولوجي بتاعه او الاطار الهوميوستيزيس بتاعه، ويبتدي يخش في منظومه انه يبتدي يترسب في صوره يعني حصوات، في صوره حاجات زي ستون زي زلط، يعني موضوع كده. الجول بلادر ستونز بتاخد اشكال مختلفه وليها انواع مختلفه. احنا مثلا هندي على سبيل المثال الكوليسترول ستونز. يا ترى الكوليسترول ستونز ايه الاسباب المؤديه ليها؟ اول سبب قال اكسسيف ابزوربشن اوف بايل سولتس. لما بيبتدي يحصل ابزوربشن لكميات كبيره من البايل سولتس، البايل سولتس دي سولفنت ميديوم فور كوليسترول، فمعناها اكيد يبقى انا بحفز كمان الابزوربشن اوف كوليسترول ويرجع الليفر ويفرز تاني وهكذا. فالسايكل المستمره دي زي ما بتانفولف بايل سولتس هتانفولف معايا الكوليسترول. تاني حاجه، الكوليسترول لو كتير، لو اوريدي احنا محتاجين نفرز كوليسترول كتير من الليفر، الليفر بيحتاج يخلص من كميات كبيره اكتر من الطبيعي، فتكون النتيجه ان احنا مزودين الكوليسترول بياند ذا كاباسيتي تو ديسولف ات، فهيميل بعض منه او جزء منه الى انه يبقى في صوره بريسيبيت. تمام، وطبعا المنظومه اللي احنا ذكرناها من شويه او الديزيز اللي هو اسمه كوليسيستايتس اللي هو انفلاميشن اوف جول بلادر، ان بيحصل التهاب في الحويصله المراريه، التهاب المراره. الالتهاب ده بقى ليه اشكال، ليه انواع، اكيوت اند كرونيك وكالكولر ونان كالكولر، مش في مجال الديتيلز دلوقتي. لكن منظومه الكوليسيستايتس والتهاب المراره من الامور اللي معاها يعني ممكن جدا يصاحبها تكون كوليسترول ستونز. تمام، الانفلاميشن اوف جول بلادر او كوليسيستايتس، اكسسيف كوليسترول، اكسسيف ابزوربشن اوف بايل سولت، كل دي بتبقى خلفيه او باك جراوند او اسباب ريسك فاكتورز ممكن تؤدي معايا لحدوث الكوليسترول ستونز. ومن منظومة الجول ستونز نقدر يعني لقوا ملاحظة لطيفة جدا، انه الكوليسيستايتس والجول ستونز بتبقى اكتر مشهورة في الفايف اف، وممكن نقول الفور اف برضو. الفور اف المشهورين قوي فاتي، فيرتايل، فيميل، اباف ذا ايج اوف 40، وفي ناس ممكن يزودوا معاها الاف الخامسة اللي هي فيلثي. تمام، هي مش شرط طبعا انه يعني الميل ممكن يجيله، يعني مفيش ما يمنع. تمام، لكن هي احصائيا وبالمشاهدة وبالملاحظة لقوا ان اكتر ناس
او الناس اللي بيميلوا لتكوين حصوات المرارة والتهاب المرارة اكتر بتبقى في الستات اللي هي اوبيز، اللي هي ممكن تكون خلفت كتير above the age of 40 وهكذا. فهي بس يعني ايه، يعني ملاحظة لطيفة لوحظت يعني ودونت في كتب الطب لا اكثر يعني. ونرجع بقى تاني للبايل ومكونات البايل. بعد الحديث عن البايل سولز والانتيرو هيباتيك سيركيليشن ومنظومة البايل والجول بلادر وكده، يعني في كلام بقى عن البايل بيجمنتس. البايل بيجمنتس من مكونات البايل. مين هم البايل بيجمنتس؟ اللي هم نواتج تكسير الهيم. البيليروبين ده ميتابوليك اند برودكت اوف هيموجلوبين ميتابوليزم، تمام؟ يعني ده اند برودكت لعملية التمثيل اللي هتحصل في الهيموجلوبين. لما قلنا ان الار بي سي بتتكسر والهيموجلوبين بيطلع وبيتفصل الهيم عن الجلوبين، والايرن بينفصل عن البروتوبورفيرين، والبروتوبورفيرين بيخش في سكة البيليروبين، تمام؟ فالاند برودكت بتاعنا هو تكوين البيليروبين. يبقى احنا بعد ما الهيموجلوبين بيتكسر بينتج لي مركب او شيء كده، ماده اسمها البيليروبين. والبيليروبين دي بلفه معينه كده بتحصل عن طريق الليفر والبيليري سيستم، بيتم التخلص من المشكله دي او الازمه دي، بيتم استيعابها عن طريق الاكسكريشن، تمام؟ ومينلي انستول، بعضها في اليورين ومينلي انستول، تمام؟ يبقى ده الازمه اللي ممكن تنتج من التكسير اللي هو طول الوقت بيحصل. احنا طول الوقت الار بي سيز في حالة ما بين شوية اولد يتكسروا وشوية جداد يطلعوا من البول مارو. الاولد اللي بيتكسروا دولت طول الوقت معدل التكسير الطبيعي بتاعنا المفروض ان الليفر النورمال فانكشن بتاعه اللي لسه يعني اللي هو مش متأثر او تعبان او شيء، يعني بيقدر ان هو يتعامل مع البيليروبين الكميات المعقولة اللي بتبقى طول الوقت بيحصل لها برودكشن دي، بيقدر يحتوي المنظومة دي ويقدر يتخلص منها mainly in stool. الستبس بتاعت البايل بيجمنتس فورميشن منظومه لطيفه جدا جدا جدا. اول حاجه الريتيكولو اندوثيليال سيستم بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها الهيموليسيس اوف ار بي سيز، او مش الهيموليسيس تحديدا، هي بيحصل فيها عمليه ان احنا الاولد ار بي سيز تبقى ديسترويد، وكمان تبعات الديستراكشن ده بناخد منها المنتج النهائي اللي هو البيليروبين. البيليروبين بيمشي في الدم، بيمشي as هيم بيليروبين، unconjugated بيليروبين، indirect بيليروبين، بيتشال على بلازما ألبومين، ودي هتفرق معايا بعدين في التست اللي هو الفاندنبرج رياكشن، تمام؟ يبقى احنا اول خطوة في الريتيكولو اندوثيليال سيستم زي ما قلنا الار بي سيز بتروح السبلين، بتضغط هناك في السبيسز بتاعت السبلين، الترابيكيو بتاعت السبلين وكده، وتبتدي تتكسر لانها اولد، وبعدين بيطلع الهيموجلوبين ويبتدي سبليت من هيم وجلوبين، والجلوبين ياخد الامينو اسيد بول، الهيم ايرن بروتوبورفيرين، الايرن بيتسحب وبيروح يشوف طريقه يا يستغل تاني يا يتخزن اي مكان. البروتوبورفيرين رينج هنمشي مع بعض في سكه البيليروبين فورميشن. البيليروبين هيمشي في الدم متشال على بلازما ألبومين، وبيبقى في المرحلة دي معروف انه هيم بيليروبين، indirect بيليروبين، او unconjugated بيليروبين. بعد كده بيروح على الليفر. في الليفر بقى بيبتدي يحصل له conjugation. احنا قلنا ان هو قبل الليفر prehepatic بيبقى unconjugated indirect، وبما انه متشال في الدم بيتقال عليه هيم بيليروبين، تمام؟ او هو ده المحطة اللي بعد الهيم مباشرة، ده الهيم بيليروبين. يروح الليفر يحصل له conjugation with glucuronic acid، يبتدي يتحد مع الجلوكيرونيك اسيد عشان يديني المركب الجديد بقى او المادة الجديدة اللي اسمها الكالي بيليروبين، او بما انه عمل conjugation بقى اسمه conjugate بيليروبين. وده الرياكشن بتاعه بما انه مش مربوط بالبومين، الرياكشن بيبقى مباشر فبيبقى اسمه دايركت بيليروبين، تمام؟ بعد كده بيخرج من الليفر بيروح على عن طريق البايل على الانتستين. في الانتستين هناك بيحصل ريدكشن، بيحصل عمليه ريدكشن للكولي بيليروبين ده الى ستيركو بايلينجين. يبقى السكه قدامي اهي،
الرس او الريتيكل اندوثيليال سيستم خرج منه من المنظومه دي بيليروبين. البيليروبين بيتشال في الدم على الالبومين از اندايركت او انكونجوجيتد او هيم بيليروبين. نروح بعد كده على الليفر، يحصل يبتدي يمسك في حاجه اسمها جلوكيرونيك اسيد، هيتحول الى كونجوجيت بيليروبين، كولي بيليروبين او دايركت بيليروبين. بعديها بيبتدي يفرز عن طريق البايل، يخرج معايا على الانتستين علشان يبتدي يختزل في بتأثير البكتيريا اللي في الانتستين، ويتحول من كولي بيليروبين الى ستيركوبايلينوجين. الستيركوبايلينوجين اللي نتج من ريدكشن اوف كولي بيليروبين في الانتستين مفروض يكمل بعد كده ازاي؟ هل الحدوتة بتنتهي كده؟ هل مجرد ان هو اتحول الى ستيركوبايلينوجين خلاص كده الموضوع كده منتهي؟ لا، لسه في السيناريو ليه بقية. هنقول انه 70% فعلا بتبقى دي نهاية الموضوع، بيبقى lost in stool. يبقى 70% من البيليروبين خلصنا منه في الستول في صورة ستيركوبايلينوجين. جه منين؟ reduction of كولي بيليروبين. جه منين؟ conjugation of هيم بيليروبين او indirect بيليروبين. جه منين؟ جه من الكاتاباليزم في هيم. تمام؟ يبقى الار بي سيز اللي اتكسرت نتج من تكسيرها بيليروبين، باللفه اللي حصلت في الليفر دي نتج عنها ستيركوبايلينوجين، 70% منه هيترمي في الشارع. والستيركوبايلينوجين ده فيه ظاهره لطيفه كده ان هو في الاصل كالرليس، بس لما بيتعرض للاكسجين بيبقى اوكسيدايزد للستيركوبايلين اللي هو بيدي البراون كالر. تمام؟ ودي نقطه تفرق معايا علشان لو في حاله من الحالات اللي هندرسها بعد كده مفيش كميه ستيركوبايلينوجين في الاستول او مش بيفرز لسبب او يعني زي ما هنشوف الاسباب، هتلاقي ان الستولز هتبقى بيل لان مفيش ستيركوبايلينوجين اللي بيتاكسد اللي بيدينا البراون كولر بتاع الستيركوبايلين. طيب ده كده بالنسبه لل 70%. يبقى 70% عندي زي ما احنا شايفين كده هيبتدي يخرج في الانتستين، يخرج يفرز في الستول، يبقى خرج بره في الشارع. الباقي هيبقى ما بين طريقين، عندي 20% reabsorbed للليفر، وبالتالي هيبقى يرجع تاني يلف اللفة تاني oxidized لبيليروبين ويرجع تاني ينزل في الانتيرو هيباتيك سيركيليشن تاني. يبقى 20% من 30% اللي هم تبقوا من بعد ما 70% من ستيركوبايلين او ستيركوبايلينوجين خرجوا في الستول، بتبقى لي 30%. 20% منهم هم عبارة عن المجموعة اللي تم إعادة امتصاصها تاني للليفر، هترجع تاني للليفر. فالليفر لما هيلاقيها ستيركوبايلينوجين هيروح مأكسدها تاني لبيليروبين. يعني هي في الأصل كانت كولي بيليروبين نزلت الانتستين اختزلت إلى ستيركوبايلينوجين، فرجعت تاني للليفر راح مأكسدها تاني الى بيليروبين علشان يعيد السكريشن تاني من اول وجديد. يبقى البايل بيجمنت ده نزل معايا تاني من اول وجديد، الكولي بيليروبين ده نزل بقى سكريتد تاني في البايل ويرجع تاني ينزل الانتستين وهلم جرى. يبقى احنا كده رجعنا تاني للانتيرو هيباتيك سيركيليشن بتاعتنا، ابزوربشن للليفر، ري سكريشن، ري ابزوربشن، ري سكريشن. ده كده 20% من الحدوته دي. 10% بقى فيري سمول اماونت، الباقيين دول واحنا بنعمل الابزوربشن او ري ابزوربشن خلاص في حبه هيروحوا للليفر والباقي هيروح للكدني. تمام؟ يبقى ال 30% بتوعنا اغلبهم هيروحوا على الليفر عشان يخشوا معايا في منظومه الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، والباقي هيكمل في السيستميك سيركيليشن علشان يروح الكدني. ولما راح الكدني اسمه ما بقاش ستيركوبايلينوجين، هيبقى اسمه يوروبايلينوجين. اليوروبايلينوجين ده برضو زي اخوه نفس الفكره، بيتاكسد بالاكسجين ويتحول ليوروبايلين. تمام؟ يبقى تاني يا جماعه، احنا كنا في الريتيكول اندوثيليال سيستم اتكسرت الار بي سيز، خرج هيم. تمام؟ اند برودكت بتاع الميتابوليزم بتاع الهيم هو البيليروبين. البيليروبين بيمشي الاول في الدم از هيم او انكونجوجيتد او اندايركت بيليروبين، متشال على بلازما البومين، بيروح للليفر، بيحصل له كونجوجيشن بجلوكيرونيك اسيد، فيبقى اسمه كونجوجيتد او دايركت بيليروبين او كولي بيليروبين. بيتم افرازه في الانتستين، مجرد ما بيخش الانتستين بيحصل له ريدكشن الى ستيركوبايلينوجين. الستيركوبايلينوجين زي ما احنا شايفين 70% منه بينتهي فعلا بمصير ان هو بيخرج بره في الشارع في الستولز، وبيحصل له اكسده طبعا وبيدينا البراون كولر،
نتيجة انه تحول لستيركوبايلين. اوكي، ده كده تلات ارباع الستيركوبايلينوجين اللي احنا اللي وصلنا له في السلايد اللي فاتت. الستيركوبايلينوجين 70% منه سكريتد انستول او اكسكريتد انستول، 30% او الباقي ده اغلبه هيرجع تاني في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، ما يقارب 20% منه يبقى ري ابزوربد للليفر وبعدين يفرز تاني، بس مش هيفرز كستيركوبايلينوجين. احنا اتفقنا ان الخطوه دي بتحصل في الانتستين، يبقى هو هيرجع تاني لاصله انه يرجع تاني بيليروبين وينزل في البايل وبعدين يحصل له ريدكشن ويرجع تاني. يعني نكمل تاني في سكه ال يعني برضو يعني ممكن بقى حبه يفقدوا تاني ممكن يرجع تاني وهكذا. دي منظومه الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. وفي شويه من اللي حصل لهم ري ابزوربشن من الانتستين مش هيحصل لهم اوكسيديشن وانتيرو هيباتيك سيركيليشن، هيكملوا زي ما هم، هيكملوا في السيستميك سيركيليشن ويروحوا معايا على الكيدني. فساعتها يبقى اسمه يوروبايلينوجين. اليوروبايلينوجين ده بيفرز في اليورين وبيبقى اوكسيدايد بالاكسجين يتحول ليوروبايلين. جوندس الصفرة، مرض الصفرة، تمام. يلو coloration of the skin and mucous membranes، تمام كده. يبقى الشخص ده تلاقي يعني اصفرت جلده اصفر، مجموعة اعراض كده معينة حصلت وبتخلي الناس تبتدي تشك يا ترى ده اسبابه ايه، يا ترى المشكلة فين. بس ده حاجة يعني ده خلاص ده عرض، عرض مهم جدا وكلينيكالي very important to understand. jaundice is yellow coloration of skin and mucous membrane نتيجة ان البايل بيجمنتس او البيليروبين abnormally بقى in high concentration. المفروض ان هو ما بين 0.2 ل 0.8 وفي ناس لغاية 1.2 accepted يعني ملي جرام بيرسنت او ملي جرام بير ديسي لتر. احنا هنا بنتكلم على البيليروبين اللي علي معايا اكتر من 2 ملي جرام بيرسنت، يبقى نسبة البيليروبين او البايل بيجمنت عالية قوي، وبالتالي بقت بتترسب البايل بيجمنتس دي بقت بتترسب في الانسجة، تمام كده. اسباب الجوندس، الخريطة، الالجوريزم اللي بنمشي عليه، الاسباب المباشرة عندي هما ثلاث محطات. لما نيجي ندرس الجوندس بنلاقيها ما بتخرجش عن ثلاث محطات، يا اما الجوندس دي او الاصفرار ده بسبب بري هيباتيك، يعني الهيموليسيس بتاع الريد بلاد سيلز بقى كتير قوي على الكاباسيتي فور اليمينيشن، يا اما هيباتيك انه الكبد نفسه تعبان في تيومر في انفلاميشن في اي حاجه، او بوست هيباتيك اللي هي منظومه الابستراكتيف جوندس. دول كده الثلاث عناوين الكبار بتوعنا. يبقى مشكله ما قبل الليفر او مشكله في الليفر او مشكله بعد خروج البايل من الليفر، عطله في الطريق ما بين الليفر والانتست. اول سبب عندي الهيموليتيك او البري هيباتيك جوندس. بري هيباتيك يبقى سبب ما قبل الليفر، يبقى الليفر بريء من التهمه دي. يبقى الجوندس حصلت بسبب ان تكسير الار بي سيز اكتر بكتير من قدره الليفر على التعامل مع البيليروبين الكتير قوي ده. بيحصل ايه؟ هيموليسيس كتير جدا جدا جدا، هيبتدي يزيد الريت اوف فورميشن بتاع البيليروبين وبرضه هيزيد الريت اوف اكسكريشن. يعني هو الليفر هيحاول يتعامل مع الازمه دي وهيحاول انه يكسكريت ويكونجوجيت وكده ويعمل منظومه الستيركوبايلينوجين والكلام اللي احنا اتفقنا عليه ده، لكن في حدود عند لغايه ليميت معين مش هيقدر يتعامل زياده عن كده، وبالتالي الريت اوف فورميشن عند لقطه معينه هيبتدي يغلب الريت اوف اكسكريشن. يبقى احنا عندنا هيموليسيس كتير، حصل البيشنت ده المريض ده عنده تكسير عنيف في كرات الدم الحمراء، فهيبتدي الليفر يبتدي يحس ان في ايمرجنسي سيتويشن، اهو بدا يجيله بيليروبين كتير كتير كتير، فهو بدا يتعامل مع البيليروبين فبدا الريت اوف اكسكريشن يزيد برده. لكن سينس ان الهيموليسيس كتير اكسسيف فده عدى الكاباسيتي بتاعت الليفر تو هاندل ذيس بيليروبين، فتكون النتيجه ان الريت اوف فورميشن بيغلب او بيبقى اكتر من الريت اوف ابتيك، وبالتالي بنلاقي الدم محمل بالمركب او بالجزيء اللي اسمه الانكونجوجيتد او الهيم بيليروبين، هيزيد قوي في الدم.
النوع الثاني اللي عندي للجوندس اللي هو الهيباتيك جوندس، هيباتوجينس جوندس، يبقى جوندس او صفرة بسبب مشكلة في الليفر شخصية. السيناريو احنا بنتخيله ان الليفر نفسه ديزيزد، في مشكلة، في انفلاميشن، whatever البروبلم اللي حصلت، المهم ان هو ما بقاش بالكفاءة المعتادة بتاعته. فخلينا نفترض انه معدل تكسير الار بي سيز على المعدل الطبيعي بتاعها، يعني هي ما زادتش ولا حاجة، هي على الديستراكشن ليفل العادي خالص النورمال اللي موجود فيسيولوجيكال في الناس كلها. فكده كده غصب عني بينتج بيليروبين، تمام، بالكمية المعتادة. راحت للليفر، هتكتشف ان الليفر ده مش هيعرف يهندل البيليروبين بالكفاءة المطلوبة، وكمان هيبقى فيه لخبطة كده في منظومة الليفر اركتكتشر، يعني حاصلة ينتج عنها ان حتى لما بيعمل كونجوجيشن يبتدي بعض الكونجوجيت ده يرد تاني على السيركيليشن، ما بيحصلش بروبر اكسكريشن للبايل كما هو مفترض. خلينا نشوف كده المنظومة دي بتحصل ازاي. بداية الحدوتة انه في دامج في الليفر سيلز، وعلى رأسهم منظومة الهيباتيتس، الفيرال هيباتيتس او تسمم بالكربون تتراكلورايد. كل المنظومة دي يعني اي اسباب هتؤدي الى ليفر باثولوجي، اي جوندس ناتجة عن الليفر باثولوجي هتبقى اسمها هيباتيك جوندس. طيب الدامج ده ممكن ينتج عنه حاجتين. اول طريق انه الديزيز ليفر سيل زي ما اتفقنا ما بقاش عندها القدره انها تتعامل مع البيليروبين، رغم ان كميته مش زياده ولا حاجه، بس هي يعني ليفر سيلز تعبانه فمش قادره تاخد البيليروبين ده كله تتعامل معاه، فهيزيد معانا الهيم بيليروبين في الدم. دي اول واحده ودي منطقيه وبديهيه. تاني حاجه انه البيلياري راديكلز الصغيره الانترا هيباتيك بيلياري داكت، اللي هي تفريعات شجره القنوات المرارية الصغيرة اللي جوه الليفر دي، وارد مع الالتهاب ومع التسمم مع تليف مع اي مشاكل حاصلة في الليفر ان هي تتقفل. وبالتالي الهيباتيك سيلز حتى لو عرفت تاخد شوية بيليروبين تبتدي تعمل لهم كونجوجيشن، ممكن جدا الطريق يبقى قدامها مسدود، فتيجي تفرزهم في البايل ما تعرفش، فيردوا تاني فين؟ يعني انا لو سكة القنوات المرارية مقفولة يبقى طريق الدم هو اللي اوبن بالنسبة لنا، هو اللي متاح، وبالتالي الكولي بيليروبين هيحصل له ريجرجيتيشن او باك فلو، او يبتدي يخش معايا على سيستميك سيركيوليشن. ومش بس كده، ده كمان هيسحب معاه مكونات تانية من البايل زي البايل سولتس، هتمشي بقى معايا في الدم وهتبتدي تروح لليورين وهكذا. يبقى دي كده منظومة الهيباتيك جوندس. يبقى احنا اول واحدة كانت البري هيباتيك، ان هي مشكلة ان الار بي سيز بتتكسر كتير قوي بيوند ذا كاباسيتي اوف ذا ليفر. الهيباتيك اللي هي فيها الليفر بيجي له كميه بيليروبين يعني عاديه نورمال ما فيهاش مشكله، لكن هو اللي مش عارف يتعامل معاها صح، من ناحيه انه مش عارف ياخد الكميات كلها بتاعه البيليروبين او الهيم بيليروبين يعمل لها كونجوجيشن، وبالتالي الهيم بيليروبين بيزيد في الدم، وكمان ممكن من المجموعه اللي عمل لها كونجوجيشن مجموعه منهم ترد تاني على السيركيليشن، يبقى كل بيليروبين عالي معايا في البلد وممكن يفرز في اليورين كمان، ومعايا بايل سولتس، كل ده regurgitation نتيجة للتقفيل أو مجموعة obstruction ممكن يحصل في القنوات المرارية الصغيرة اللي موجودة في الليفر. الحاجة التالتة بقى اللي هي الobstruction الصريح، obstructive jaundice أو post hepatic jaundice. يبقى احنا كده خرجنا خلاص من محطة الليفر وسلم الأمانة، البايل خلاص خرج بسلام من الليفر. يبقى احنا كده في السيناريو ده افترضنا انه البيليروبين جه بالمعدل العادي بتاعه وانه راح للليفر، الليفر فعلا عمل كونجوجيشن للبيليروبين كله، وبالتالي نسبة الهيم بيليروبين مش عالية، حصل لها كونجوجيشن كلها ونزلت في البايل، هوب لقينا كانسر هيد اوف بانكرياس، كانسر امبولا اوف فاتر، ستون محترمة كده جت راحت قافلة الكومن بايل داكت او قافلة حاجة من القنوات المرارية الكبيرة. مشكلة ما حصلت، قد تكون ريفيرسيبل او قد تكون مشكلة بقى زي الكانسر وخلافه لا قدر الله. فالمهم ان احنا في الاخر عندنا مشكلة obstruction. يبقى intrahepatic قصدنا بيها القنوات الكبيرة، يعني الهيباتيك سيلز عملت خلاص مهمتها وعملت الكونجوجيشن وبدأت خلاص تسلم البايل للقنوات المرارية، ففي قنوات مرارية هتبقى جوه الليفر الانتراهيباتيك، وفي قنوات مرارية بره الاكسترا هيباتيك، اب تو انك توصل لمحطة امبولا اوف واتر
كانسر هيد اوف بانكرياس ستون خرجت وقفلت قناه من القنوات، اي ورم سرطاني، اي مشاكل حصوات او ما شابه، كلها حاجات قصدنا بيها ايه؟ قصدنا بيها ان محطه الليفر خلصت، محطه الكونجوجيشن خلصت، يبقى احنا عملنا سكريشن للبايل خلاص. وبعد ما عملنا سكريشن للبايل لقينا السكه مقفوله، هيحصل ايه في الحاله دي؟ البايل اللي فيه كولي بيلي روبين، يبقى معايا كولي بيلي روبين او الكونجوجيتد بيلي روبين والبايل سولز كله مش عارف يخرج، فبيرجع تاني يرد في الدم، يرجع تاني على البلد، فتكون النتيجه ايه؟ كلهم هيمشوا في الدم، والبايل سولز دي هيبقى لها اعراض معينه في البيشنت، ويروح على اليورين، تمام. ونتيجة ده ان الستولز هتبقى بيل. ليه بيل يا جماعة؟ لان احنا اتفقنا ان البراون كولر ده نتيجة للأكسيديشن اوف ستيركوبيلينجين انتو ستيركوبيلين. طب انا اصلا الكولي بيليروبين معرفش ينزل الانتستين من بابه، يعني احنا زي ما اتفقنا الكولي بيليروبين اتعمل اتصنع وراح للبايل، جه يمشي في البايل لقى السكة مقفولة فرجع على الدم، يبقى الانتستين موصل لهاش كولي بيليروبين، وبالتالي معرفتش تكون ستيركوبايلينوجين، وبالتالي مفيش ستيركوبايلين في الستول، وبالتالي الستولز هتبقى بيل، تمام كده. يبقى ده كده قصة الأنواع بتاعة الجوندس، بري هيباتيك، هيباتيك، and post هيباتيك. في رياكشن مشهور حاجة اسمها الفاندنبرج رياكشن، ده بيعملوه علشان يفرقوا نوع البيليروبين اللي موجود ماشي في الدم. فعندنا حاجة اسمها direct reaction، ده لما بيمسك الرياجنت نحطه مع السيرم يدينا على طول في ساعتها purple color. ده بيحصل مع الكولي بيليروبين. ليه؟ لان الكولي بيليروبين مش متشال على البيومين، فبيبقى على طول بيتفاعل مع دايزر ايجنت ده على طول، ويدي اللون المميز البيربل كولر المميز للتفاعل. يبقى الفاندنبرج رياكشن في الحاله دي خلص معايا على خطوه واحده، فتسمى دايركت رياكشن. عندنا في اندايركت رياكشن، ده في بالنسبه للبيليروبين اللي مش حر، اللي هو الهيم بيليروبين او الانكونجوجيت بيليروبين، ده بيبقى اسمه اندايركت بيليروبين متشال على بلازما بروتين اللي هو الالبومين. فلازم علشان تطلع الرياكشن ده لازم تعمل خطوتين. الخطوه الاولى انك تفصل البيليروبين من البلازما بروتين بميثايل الكحول، يبقى انت لازم السيرم ده او لازم عينة الدم دي هتتعامل معاها الاول بميثايل الكحول عشان تفك الهيمبيليروبين من الالبومين. ثم بعد كده البيليروبين لما هيتعامل مع الرياجنت هيبتدي يديني اللون المميز للتفاعل، لكن لازم في خطوة في الاول تحصل. فهو انا عرفت اجيب اللون اندايركت، لازم الاول افك الرابط اللي ما بين البيليروبين والالبومين ثم اقدر اشتغل على البيليروبين. فالتفاعل كده خد خطوتين، وده بقى اسمه اندايركت بيليروبين، اندايركت فاندنبرج رياكشن، ده بتاع الهيم بيليروبين. انما الكولي بيليروبين كانت من اول خطوه، مجرد ما حطينا عينه السيرم مع الرياجنت على طول ادتنا الكولر في ساعتها. في تيست كده في رياكشن بيبقى مجمع الاثنين مع بعض، ده اللي هو الباي فيزيك فاندنبرج رياكشن، انك بتلاقي يعني قصته كده لطيفة شوية، ان احنا السيرم عندنا جواه الهيم بيليروبين والكولي بيليروبين، فمجرد ما هتحط الرياجنت مع السيرم في الاول هيتفاعل مع الكولي بيليروبين اللي موجود، تمام، فهيدي كولر. وبعدين تروح عامل خطوة تانية، تروح حاطط ميثايل الكهول، فالمفروض ان السيرم ده لو فيه هيم بيليروبين اوريدي الميثايل الكهول ده هينتج عنه يعني سيباريشن بتاع الهيم بيليروبين من الالبومين، تمام. فلما ابتدي احط ميثايل الكحول هخلي في فرصه للتفاعل انه يزيد زياده، يبقى فيه بيليروبين زياده دخل معايا في المشهد، يبقى هيتفاعل زياده مع الرياجنت، فالبيربل كلر ده يبقى مور ديب. تاني انا عندي هيم بيليروبين اند كولي بيليروبين، الكولي بيليروبين من اول لقطه هيتفاعل مع الرياجنت، فاحنا عندنا اوريدي كميتين من البيليروبين، جزئين من البيليروبين موجودين في السيرم، تمام، البايفيزيك رياكشن ده اللي احنا لاحظناه في الهيباتيك جوندس، في الدم هيم بيليروبين، في الدم كمان كولي بيليروبين، الاثنين موجودين عندي. الكولي بيليروبين لما انا لو حطيت هعمل حاطر ايجنت ده على خطوتين،
مر الاول هحطه، تمام، هيتفاعل الاول مع الكولي بيليروبين اللي موجود، فعايزه اتاكد اكتر ان مفيش هيم بيليروبين، هروح عامل اضافه للريجنت، سوري اضافه للميثايل الكحول، تكون النتيجه ايه؟ لو لقيت ان الكالر بقى مور ديب بعد اضافه الميثايل الكحول، معناها ان العينه دي فيها كمان هيم بيليروبين وما ظهرش تاثيره غير بعد ما فصلته عن الالبومين. اوكي، يبقى دي الخطوات بتاعه الفاندنبرج رياكشن. اسهلهم الدايركت، ان الكولي بيليروبين حر طليق كده تفاعل على طول مع الريجنت اداني على طول اللون، او الاندايركت ان الهيم بيليروبين ده المقيد بالالبومين، ده المحبوس في الالبومين، ده المتشال على الالبومين، فلازم يتفصل من البلازما بروتين بالميثايل الكحول. يبقى الخطوه، يبقى احنا لو حطينا الريجنت مع السيرم ما اداش لون، هندي ميثايل الكحول حط نتج عنه لون بعد كده، خلاص يبقى هو كان فيه هيم بيليروبين وما ظهرش تاثيره مع الريجنت غير لما فصلته عن البلازما بروتين. الباي فيزيك بتحط السيرم مع الريجنت على طول اداك كلر في ساعتها، فتاكدت خلاص انه فيه كولي بيليروبين، لكن عشان ازداد تاكدا ان مفيش بيليروبين تاني او موجود بنحط ميثايل الكحول. لو لقينا ان اللون غمق زياده بعد اضافه الميثايل الكحول، معناها ان كان في بيليروبين مستخبي على بلازما بروتين، لما حطيت ميثايل الكحول تحرر من البلازما بروتين فبقى قادر يتفاعل مع الريجنت، فاداني زياده في اللون البيربل، بقى في كلر تشينج اعنف او اعمق. تمام، يبقى كده عندي فاندنبرج رياكشن، دايركت رياكشن، ان دايركت، اند باي فيزيك. وخلاصه موضوع الجوندس، مختصر الجوندس في الجدول الجميل اللي قدامنا ده، اللي هو في الفروقات ما بين هيموليتيك ابستراكتيف اند هيباتيك جوندس، عن طريق الفروقات في الحاجات اللي موجوده في البلد او اليورين او الستول، الفاكتورز ريليتد للبلد او اليورين او الستول. خلينا نبدا بالهيموليتيك. الهيموليتيك جوندس، لو قلنا هل الشخص ده عنده هيموليتيك انيميا؟ بالتاكيد طبعا هي الهيموليتيك جوندس وارد جدا يبقى معاها، يعني منطقي ان يبقى معاها هيموليتيك انيميا، في حين ان النوعين التانيين لا، مش يعني مش مفترض ان يبقى عنده هيموليتيك انيميا. ابستراكتيف وهيباتيك اسباب اخرى تماما. المشكله في الهيموليتيك هي معدل انتاج للبيليروبين عالي جدا، ده نتيجه للهيموليسيس او الهيموليتيك انيميا. تمام، طيب الهيموليتيك جوندس كنا دايما كنا بنقول ايه؟ انها كمية بيليروبين كتيرة beyond the capacity of the liver to handle. تمام؟ وبالتالي يبقى اللي هيبقى زيادة عندي في الدم، اللي ماشي في الدم كتير، هو الهيم بيليروبين او الانكونجوجيتد بيليروبين اللي بيديني indirect فاندنبرج reaction. وبما ان البايل فلو مش مسدود، يعني القنوات المرارية ما فيهاش انسداد لاي سبب من الاسباب، فمش مفترض ان البايل سولتس تبقى موجوده في الدم، المفروض انها بتخرج من الليفر على طول على الانتستين. تمام، فالبايل سولتس مسارها مش ناحيه الدم، بيبقى مسارها ناحيه الدم في النوعين التانيين، في النوع الاوبستراكتيف ودي بيبقى مسارها ناحيه الدم بصوره عنيفه، وفي الهيباتيك برضه ممكن بسبب الانترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن اللي ممكن يكون حصل. يبقى انا كده بالنسبه لي، بالنسبه للبلد هيموليتيك انيميا تبقى موجوده في الهيموليتيك جوندس. البيليروبين بيبقى اكتر حاجه، بيبقى اللي كتير عندي في الهيموليتيك جوندس هو الهيم بيليروبين بالاندايركت فاندنبرج رياكشن بتاعه، ومفيش بايل سولتس. بالنسبه لليورين، البيليروبين في حاله الهيموليتيك مش مفترض ان انا الاقي يعني بيليروبين في المشهد هنا قوي، لان احنا في الاخر هو الليفر قام بوظيفته وخرج ستيركوبايلينوجين كتير قوي في الاستول، وده هنلاقي بصمته هنا دلوقتي ان ستيركوبايلينوجين زاد جدا جدا جدا، والكالر بقى فيري دارك، لان احنا متفقين ان 70% من ستيركوبايلينوجين بيفرز في الاستول، والنسبه اللي بتروح لليورين بسيطه، فحتى لو في زياده في انتاج اليوروبايلينوجين او ستيركوبايلينوجين هي مسمعه اكتر ناحيه الاستول مش ناحيه اليورين. تمام، والبايل سولت برضو مش هنلاقيها في اليورين، لان زي ما اتفقنا هي مش هتمشي في الدم، وبالتالي اللي ممشيش في الدم مش هيوصل للكلية. البايل سولت مسارها واضح ومعروف من الليفر تو انتستين، يا ترجع انتيرو هيباتيك، يا يعني يبقى مسارها كله في المنطقة في منظومة الجي اي تي، انما ان هي تخرج للدم ده ما بيحصلش غير في حالات الابستراكشن، وبالتالي بما ان هنا مفيش ابستراكشن يبقى مفيش سبب يخلي البايل سولت ترجع. الكالر بتاع اليورين هنلاقيه هنا نورمال كالر،
على عكس الاسطول هتلاقيها very dark، لان زي ما اتفقنا انه التمن بتاع زيادة البيليروبين قوي بسبب الهيموليسز هيسمع اكتر في الاستيركوبايلينوجين، لان السكة مفتوحة، لان الطريق سالك فيما يتعلق بخروج البايل، البايل فلو تو ذا انتستين ما فيهوش مشاكل، وبالتالي كملنا لغاية الانتستين. طالما وصلنا لمحطة الانتستين يبقى محطة الاستيركوبايلينوجين ثم 70% منه استيركوبايلين، يعني 3/4 الكمية هتخرج في الاسطول. تمام. الاوبستراكتيف جوندس زي ما اتفقنا دي اوبستراكشن انترا هيباتيك اكسترا هيباتيك اوبستراكشن بيور، يبقى الليفر كان كويس والبيليروبين كانت كميته في النورمال فاليو، وبالتالي قدرنا نكون كوليبيليروبين. يبقى اللي زاد في الدم نتيجه للاوبستراكشن مش هيم بيليروبين، الهيم بيليروبين كله حصل له كونجوجيشن، بس بعد كده جه يخرج للانتستين لقى الطريق مقفول فابتدى يرجع تاني للدم، فالبيليروبين اللي هنلاقيه في الدم عالي، لما نيجي نقيس نسبه البيليروبين ونلاقيها عاليه هنلاقي الكولي بيليروبين هو اللي عالي، هو الدايركت بيليروبين دايركت فاندنبرج رياكشن. ومعاها طبعا مع وجود الاوبستراكشن whenever you mention the obstruction يبقى معناها زي ما البايل بيجمنتس ما عرفتش تعدي البايل سولتس هي كمان ما عرفتش تعدي، يبقى هنلاقي بايل سولتس في الدم، وبالتبعيه الحاجات اللي مشيت معايا في الدم دي هتروح لليورين. تمام. على عكس السكه الاولانيه، هنا لما كان الطريق ماشي مفيش حاجات كتيره ردت، يعني الكولي بيليروبين والكلام ده ما حصلش انه رد معايا ولا البايل سولت راح معايا لليورين، انما هنا لا، حصل ان الكولي بيليروبين اللي هو كونجوجيتد بيليروبين بدا يخرج يمشي في الدم في سيستميك سيركيوليشن وراح للكلية، وبالتالي اليورين هلاقي فيه كولي بيليروبين، هلاقي اليورين ده very dark brown color لانه هيبقى يعني الكولي بيليروبين ده هيفرز كتير في اليورين، وهنلاقي البايل سولتس بتفرز برضو بما انها مشيت في الدم هتفرز في اليورين عندنا. تمام. الستول بقى على عكس ده، هي السكة مقفولة فمفيش كولي بيليروبين وصل للانتستين خالص، وبالتالي الستولز هتبقى very pale، الاستيركوبايلينوجين هيبقى قليل جدا 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 طبعا according to the degree of obstruction، بس هي الستولز هتميل انها clay colored، ده clear obstruction، مفيش اصلا كولي بيليروبين بيوصل للانتستين عشان يتحول لاستيركوبايلينوجين مفيش، وبالتالي الستولز هتبقى pale، ودي بتبقى مميزة لوجود element of obstruction في الجوندس في العيان بتاع الجوندس. الهيباتيك بقى اللي هو يعني ماخد من هنا شوية واخد من هنا شوية، يعني هو مفيش هيموليتيك انيميا، هو القصة كلها هيباتيتس مثلا. البيليروبين زي ما اتفقنا انه الليفر هيقدر يمسك شوية بس مش هيعرف يتعامل مع كل البيليروبين، رغم ان كميته مش زيادة ولا حاجة، هو كميته في الحدود المعقولة بس هو مش عارف يتعامل معاه لان الليفر سيلز تعبانة، فالهيباتيك ده هتلاقي ان الليفر سيلز هتعرف تتعامل مع شوية بيليروبين من الهيم بيليروبين ومش هتعرف تتعامل مع الباقي، وبالتالي اول حاجه هلاقيها في البلاد الهيم بيليروبين. حاجه كمان انه في وزين الانفلاماتوري بروسس والحاجات المشكله اللي حاصله في الليفر عندي بدا يرد شويه بايل على البلاد، لان السكه بتبقى مقفوله في اوبستراكشن للبايل فلو بسيرتن ديجري. تمام. فوارد طبعا انه مجموعه من البيليروبين اللي هي حصل لها كونجوجيشن هترد تاني معايا على الدم، يبقى الشخص ده العيان ده الدم بتاعه هلاقي فيه نوعين البيليروبين، وبالتالي هتلاقيه باي فيزيك رياكشن في الفاندنبرج رياكشن. البايل سولت طبعا ممكن تبقى موجوده لان طالما قلنا element of obstruction there is bile salt in blood. تمام. وبالتالي there is bile salt in urine. الاوبستراكشن يعني كولي بيليروبين مشي في الدم يبقى هيروح يفرز في اليورين يعمل دارك براون يورين، وده معناها ان الكولي بيليروبين ده اللي كان المفروض ينزل ويعمل ستيركوبايلينوجين ويتحول الى ستيركوبايلين ويدينا الكالر البراون، الانتستين حرمت من هذا الكولي بيليروبين، وبالتالي الستول هيبقى تركيز الستيركوبايلينوجين فيها قليل والكالر بتاع الستولز هيبقى برضو يميل انه يبقى بيل، ولكن بيتميز برضو ان الاوبستراكشن بتبقى غالبا الصوره اعنف من كده شويه، بتبقى بيور اوبستراكشن. الهيباتيك بتبقى يعني واخدة من ده شوية على ده شوية كده. الجدول ده تقريبا تجميعة الأنواع بتاعة الجوندس وإزاي بنفرقهم عن بعض كلينيكالي باللاب،
ازاي في المعمل نقدر، او يعني لما نشوف البروفايل كده بتاع العيان نقدر نقول ان انا لما الاقي 1 2 3 خلاص العيان ده في دماغي كده انا خلاص ايه شخصته، ده نوع جوندس كذا، وبناء عليه بقى لو هعمل فحوصات زياده او هبتدي امانج معاه. المهم ان انت في الاخر في خريطه احنا ماشيين بيها، يا بري هيباتيك يا هيباتيك يا بوست هيباتيك، وكل حاجه منهم ليها بصماتها في المعامل بتاع العيان. وكده يبقى احنا خلصنا منظومه البايل سكريشن، بايل سولتس، بايل بيجمنتس، جول بلادر فانكشن، منظومه الجوندس اللي هي الكلينيكال ابلكيشن بتاع البايل والبيلياري سيستم، وانواع الجوندس بري هيباتيك او هيموليتيك، هيباتيك او هيباتوجينس، بوست هيباتيك او ابستراكتيف، وازاي بنفرقهم عن بعض، ايه الاسباب بتاعت كل واحده او ايه السيناريو بتاع كل واحده، وازاي بنفرقهم عن بعض باللابز بتاعت المريض. Thank you very much and good luck.